السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبتكم لعبة دراغون بول زي. بعدما استطعنا الفوز ضد فريزا وعرفنا بأن سون جوكو لا زال على قيد الحياة، أخيرا فتحنا خاصيات جمع دراغون بولز. استطاع جمع 4 دراغون بولز، بقيت لي دراغون بول واحدة فقط وهي دراغون بول ذات النجمتان، هي اللي كان أخذها يا أصدقائي الأوفياء. لن أكذب عليكم، الأمر يأخذ القليل من الوقت لكي تجمعوا هذه دراغون بولز، وفي بعض الأحيان عليكم العراك ضد تلك الروبوتات التي تنتشر في الخريطة. إذا كانت تلك الروبوتات قريبة من كرة دراغون بول فيجب عليكم كذا العراك ضدهم. المهم جمعنا الان 7 دراغون بولز وهي اللي كاين السدية تشي نران. اكيد عندنا ما يقارب 7 ويتشز ام 8 ويتشز. حسنا First switch I want to fight Raditz. إذا أردتم العراك مع أحد هذه الشخصيات ففي إمكانكم فعلها مرة أخرى، وإذا أردتم زي أوربس تستطيعون فعلها إذا أردتم الحصول على المال، وكذلك إذا أردتم الحصول على آيتم نادر جدا. بالنسبة لزي أوربس لحد الآن عندي لا توجد لدي أي مشاكل معها، لكن بالنسبة للمال ليس لدي عدد كثير جدا من المال صراحة، لهذا السبب سأختار هذه I want to be rich لكي نحصل على المال. وها نحن سنقوم باستدعاء تشينرو الآن في هذه الأثناء. هيا تعال تعال يا تشينرون، علينا استغلال هذه الفرصة وجمع الكرات. لماذا؟ لأن بعد الاستمرار في القصة ستحدث بعض من الأمور وستختفي نهائيا تلك الكرات، وبالفعل ها هو تشينرون استطعنا استدعاءه. ولا تنسوا فضلا منكم يا أصدقائي دعمونا بالضغط على زر لايك، انشروا المقطع مع أصدقائكم. إذا أردتم مني الاستمرار في سلسلة دراغون بول زي، واو حصلت على 30,000 زينيز، شيء لا يصدق صراحة. 30,000 إنها عدد لا بأس به، نستطيع شراء الكثير والكثير من الفيتالو درينك. الآن أصبحت عندي 49,700 زينيز. أتساءل الآن هل في إمكاني جمع دراغون بولز مرة أخرى أم لا؟ لا، دراغون بولز اختفت يا أصدقاء نهائيا من الخريطة. يجب علينا الاستمرار في التختيم لكي نستطيع جمع دراغون بولز على ما أعتقد. وهذا ما سنفعله الآن. وراء من الكاميرا قمت بما يقارب 3 أو 4 مهام ثانوية، واستطعت فتح بعض من الشخصيات في الكوميونيتي. نعم نسيت، كذلك لم أخبركم بأنني استطعت فتح فورس ميل جديدة سيفود. احتاج للفري سيفود رايس بول وكذلك ريتش سيفود، وبهذا فاننا سنصنع هذه الاكله الرهيبه جدا، ستعطينا 1600 في الاتش بي 1 كي اي زائد 15 ميلي ديفنس. تلك الاحصائيات ستبقى دائما في شخصيتكم. اما بالنسبه لقدرات العراك 15% في الميلي اتاك زائد 15% في الكي اي اتاك و5% كريتيكال هيت ريت، اكله لذيذه ورائعه صراحه. المهم هي لكي نتابع التختيم الان، لا يهمنا الامر سنمر لان هذا الحدث فانه ممل شيئا ما. سنه ونصف مرت على اخر معركه ضد فريزا، وها هو فريزا مع ابوه. واه فريزا اصبح مغيرا شيئا ما، قاموا باعاده ترميمه. وها هم الشباب مجتمعون، سونغوان كذلك لقد جاء. ما الذي حل بالكره الارضيه؟ لقد مرت سنه ونصف الان على اخر معركه ضد فريزا، ومن هذا الشخص الذي جاء؟ تلك المركبه تشبه مركبه فريزا. هل فريزا احضر اباه وجاء لكي ينتقم من سونغوكو؟ فريزا يشبه الطفل الصغير، اذا ضربتم طفلا صغيرا في الشارع فان سيذهب لمنزله وسيستدعي اباه. المشكل الكبير هو اننا لا زلنا لا نستطيع العراك ضد فريزا مع الاسف، لهذا السبب لا يجب علينا تشغيل كي اي ولا يجب علينا الطيران لمركبتي الفضائيه. حسنا ما هي الاستراتيجيه يا اصدقائي؟ هيا اخبرونا بالاستراتيجيه. وها هم الشباب يتمشون كل هذا خوف يا ايها المغفلين، ماذا فعلتم طوال تلك السنه والنصف؟ الم تتدربوا؟ لو تدربتم لاصبحتم اقوى من فريزا. جاء فريزا واتباعه بالاضافه لابيه. اسم اب فريزا كين كولد. واو اتساءل الان هل اب فريزا اقوى بكثير منه ام لا؟ سننتظر الان سونغوكو حتى ياتي. سونغوكو اصلا لازال لم يصل بعد، ولا استبعد ان سيكون قد نزل في كوكب اخر. ومن هذا الشخص الذي جاء؟ نعم انها ترانكس. ابن فيجيتا جاء من المستقبل، لا زلت اتذكر جيدا القصه. ابن فيجيتا جاء من المستقبل فقط لكي يخبر سونغوكو بان هناك عالم سيصنع روبوتات، وبانك يا سونغوكو ستموت في المستقبل الى اخره، وسيعطيه دواء لكي لا يموت. واو دمرهم ترانكس نهائيا، اسقطهم جثثا على الارض. أحسنت يا ترانكس. ولا أستبعد أن ترانكس يمكنه التحول لسوبر سايجين كذلك. فريزا قرر قتل ترانكس. هذا لا يعقل يا ترانكس، يجب عليك تدميره. إذا بالفعل ترانكس سيتحول لسوبر سايجين، من السهل تدمير فريزا، لأنني لا أعتقد أن فريزا ستكون قوته لقد ازدادت. في كوكب نامك بعدما تحول غوكو لسوبر سايجين لم يستطع فريزا لمس ولا شعرة منه، وبالفعل ترانكس تحول لسوبر سايجين. والآن لحظة المعركة ضد ميكا فريزا. أصلا يا فريزا لقد فقدت كل قدراتك. حسنا ما هي القدرات عندك؟ عندك قدرة السيف.
فريزا سدد علي بتلك. حسنا، وما هي القدرات الأخرى الموجودة عندك يا ترانكس؟ ممتاز، أحسنت، هي تدمر فريزا، يا سلام. دايف بومب سترايك، عندها تلك القنبلة خيالية جدا. أود التحول للإنستينكس لكنني لم أستطع، لا أعلم لماذا. ممكن أن اللعبة منعتني، إذا تحولت للإنستينكس فإنني سأدمر فريزا نهائيا. لهذا السبب اللعبة لا تريد مني أن أفعل ذلك. نسدد عليه فقط بتلك الكرة، وتلك الكرة صراحة خطيرة جدا، لن أكذب عليكم. سأنهي فريزا يا أصدقائي بسهولة تامة. فريزا كذلك استعمل كرات ضدي. يا سلام يا سلام يا سلام، استطعت إيقافها شيئا ما فقط. وها نحن اقتربنا من إنهاء فريزا، ننهيه بذلك السيف. واو، ضربة واحدة بسيف ترانكس فسقط فريزا إلى الأرض. ترانكس صراحة قوي جدا. هاي الكاتسين بدأت. خطير خطير جدا ترانكس. فريزا لم يفهم أي شيء. سيفجر نهائيا. واو، ترانكس قلبه لا توجد فيه لا رحمة ولا شفقة، يشبه أبا، يشبه أبا فيجيتا. واو، قسمها لي نصفان، ليس نصفان فقط بل قسمها لعدة أجزاء. في الأخير أنهى. كين كولد أب فريزا لم يفهم أي شيء. ضرب كذلك أب فريزا، فجره ودمر سفينتهم. خطير جدا ترانكس. أحس بأن هناك قوة خارقة ظهرت. سنحاول الذهاب للمكان لكي نكتشف ما هي تلك القوة. انتظروا، أولا ندخل الخريطة. لا يمكننا الذهاب للخريطة. من أنت؟ هل أنت شرير؟ هل تريد تدمير الكرة الأرضية؟ أنا أمزح معكم، أكيد ترانكس لن يدمر الكرة الأرضية. تنبأ ترانكس بأن سونغوكو سيأتي بعد 3 ساعات تقريبا. He doesn't seem like a bad guy. أكيد يا سونغوان، ترانكس هو شخص جيد. نتحدث معه وسنتابع التختيم. بولما هي أمك يا ترانكس؟ ترانكس لا يريد أن يخبرها بأي شيء إلا الآن، لأن إذا أخبرها بأنها أمه من الممكن أن نغير المستقبل. ها هو سونغوكو جاء، أخيرا وصل للكرة الأرضية بعد سنة ونصف تقريبا. مرحبا بك يا سونغوكو، وغير كذلك الملابس. ما تلك الملابس عجيبة جدا صراحة. سونغوكو يضحكني كثيرا بطريقة كلامه عندما يتعجب، ويصدر ذلك الصوت الغريب كوا كوا، كأنه متعجب لما حصل. قال لا تحول. ما رأيك يا صديقي الآن؟ كذلك سونغوان تحول لسوبر سياجين. الآن سنتعارك ضده. يريد ترانكس أن يجرب قوة سونغوكو. لا أنصحك أن تجرب قوة سونغوكو لأنه سيدمرك. مستوى سونغوكو لحد الآن لا زال يتشابه مع مستوى ترانكس. برغم من هذا فإن سونغوكو أقوى بكثير من ترانكس. هيا الكنسكتيف إنرجي قبل أن ينهض. أصابته جيدا يا حبيبي. نعود للوراء لأنه سيهجم في أي لحظة الآن. ترانكس عنده مشكل كبير، هو أن أغلب عراكاته تكون عن قرب باستعمال ذلك السيف. لهذا السبب في إمكاني أصدقاء الفوز عليه بلا أي شيء مشاكل. استطاع الاقتراب مني كما لاحظتم. الآن سأحاول تدميره بالفيست. أصابني. خطير 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 ترانكس، لا يجب الإسيان به أبدا. ممتاز، هيا لحظة الهروب. الآن سوبر كامي هامي، هيا حبيبي. أصابني، هيا أردت إصابتها بالسوبر كاميهاميها، لم أستطع. ممتاز، هربت من الضربة. لحظة استعمال الكنسكتيف إنيرجي الآن. الكنسكتيف إنيرجي فعالة ضد الجميع تقريبا، ببساطة لأنكم ترسلون عدد هائل جدا من الكرات. من الصعب عليهم الهروب من تلك الكرات. ملء الطاقة، ممتاز، تحولت للإنستينكت، وستكون هذه هي نهايتك يا ترانكس. وأنا متأسف جدا، لكن وقت اللعب انتهى. خذ تلك السبيريت بومب. ما رأيك يا ترانكس في قوة سونغوكو؟ سونغوكو أصبح خطير. تلك الملابس التي يرتديها سونغوكو أعطوها لنا أحد الناس في كوكب آخر، لأنه نزل في ذلك الكوكب بعدما هرب من كوكب رامي، وبقي معهم ما يقارب سنة هناك جلس يتدرب. وفي هذه اللحظة ترانكس أخبر سونغوكو بأن فيجيتا هو أبوه، وبأن بولما هي أمه، ولقد جاء من المستقبل، وفي المستقبل يا سونغوكو لقد ميت، وذلك هو الدواء عليك استعماله إذا أحسست بالمرض، لأن سونغوكو مرض بالقلب مع الأسف ومات. وأخبر كذلك بأن هناك أندرود سيهجمون إلى آخره وسيدمرون الكرة الأرضية. لهذا السبب لقد جئت لكي أخبركم بالأمر، لأنني في المستقبل لازلت أتعارك ضدهم.
وفي هذه اللحظة ترانكس لقى الذهب وقال لسونجوكو أرجوك لا تخبر أي أحد بشيء الذي أخبرتك به الآن. بيكولو لقد سمع الأمر ببساطة لأن أذن بيكولو قويان جدا يشبهان تقريبا ساتلايت ديش. أما بالنسبة لباقي الشباب لا يعرفون أي شيء. الكوكب الذي ذهب له سونجوكو اسمه ياردورات، كوكب ياردورات، لأن مركبة فريزا التي هرب فيها كانت مبرمجة على الذهاب لكوكب ياردورات، وهذا هو الذي جعلها يذهب لذلك الكوكب. وبعدها أولئك الناس ساعدوا لكي يعود للكرة الأرضية وأعطوا تلك الملابس، والآن سونجوكو تعلم قدرة جديدة وهي قدرة التليبورتيشن. والآن سنعود مرة أخرى لمنزل سونجوكو. من زمان لم يلتقي بتشيشي، أكثر من سنتان تقريبا، اشتاق لطعامها اللذيذ جدا. كيف حالك يا تشيشي؟ هل أنت بخير؟ عاتبت سونجوكو لأنها تأخر كالعادة يا تشيشي. أرادت تدريب جوهان وكالعادة تشيشي منعته لأنها تريد من جوهان أن يدرس وأن يصبح عالما كبيرا وليس مقاتلا مثل أباه. وفي هذه اللحظة استدعانا الكاميساما لكي نذهب عنده. المهمة نعم لقد فتحت في كاميساما، وهناك مهمة ثنائية أصدقاء في الكابسول كوربوريشن سأقوم بعملها على السريع، وكذلك سنأخذ هذه الأشياء. سونجوكو أخذت تلك المجلات فغضبت منها بولما. وماذا يريد منا العم المخترع؟ عنده فكرة اختراع جديد لكنه يحتاج بعض من اللوازم. أكيد سأحضرها لك يا عم المخترع لا تقلق. يحتاج لسكال روبو جير، دين سايت والسيلفر أور. وجدت أنتي بعد تدمير ذلك الجبل بالفعل وجدنا الدين سايت. هناك منطقة أحجار في هذا الاتجاه، سأتعارك مع هؤلاء المغفلين لكي لا يزعجوني. حسنا نأخذ تلك السبيريت بوم، لا تقلق سأنهيهم بسهولة تامة ببساطة لأنهم ضعفاء كثيرا لا يستحقون أصلا تضيع الوقت عليهم. هل أستطيع فتح حاجة؟ لا يمكنني فتحها مع الأسف. أوه يجب أن يكون مستواي 40. وها أنا ذا وصلت للشيء الثاني. أوه خرجت هذه روبوتات. كم مستوى أولا؟ مستواهم أعلى بكثير مني. لكي أستطيع الحصول على ذلك الشيء علي أولا العراك ضد هؤلاء. صراحة الأمر لن يكون سهلا أبدا. لهذا السبب سأتحول أصدقاء لإنستينكت، نهرب قليلا، نسدد عليهم باستعمال الجينكي داما. مع الأسف لم تنفع ضدهم الجينكي داما صراحة. ننهي بالكونستكتيف إنيرجي بلاس. كلاب جاءوا أمامي لكي لا أقتل البوس. خطيرون هؤلاء الأشخاص. حسنا الكونستكتيف إنيرجي الآن ممتاز. أخيرا دمرت البوس خاصتهم. بقي الآن هؤلاء الضعفاء أمرهم سيكون سهلا. الآن سأنهي بالكونستكتيف إنيرجي بلاس. معركة كانت خطيرة ضد ثلاثة أشخاص أحدهما مستوى أعلى بكثير مني. الآن أستطيع الدخول لهذا الكهف. هذا الكهف فيه العديد من السيلفر أور، شيء لا يصدق. لا زال هؤلاء الأغبياء هنا. واو اعتقدت بأنني أنهيتكم. سأتحول كذلك يا أصدقاء الأوفياء للسوبر سايجين. والآن بقي هذا الروبوت الأخير، سننهي على السريع. جميل جدا، شيء خطير. لكن هذا الكهف فيه سكول روبو جير، وهي تلك الروبوتات التي تعاركنا معها في الأول، كان مستواها أكبر بكثير منا. ولا ننسى أن في عدد هائل جدا من هذه الأحجار الكريمة بالإضافة لدوائر الديميدل. تلك الدوائر ستساعدكم كثيرا لكي تطوروا قدراتكم. ولا زال هناك أعداء آخرون ينتظرون في الخارج لكنني سأتجاهلهم. وهيا لكي نعود عند الدكتور. ماذا سيصنع الآن؟ سوبر ميوزيك ماشين، آلة خاصة بالموسيقى. كل هذا التعب من أجل آلة خاصة بالموسيقى فقط. على الأقل حصلنا على تري من ديميدلز وفتحناه كذلك. واو شيء لا يصدق. منطقيا يا إما سأضعه بالقرب من بولما أو في الأدولت. ها أنت دا مع ابنتك بولما يا صديقي. وهنا سأضيف ترانكس الذي حصلنا عليه قبل لحظات. ممتاز، وها نحن دا رفعنا الزي تايب للمستوى السادس. أصبح الآن لكي أي أتاك زائد 4%. لا تنسوا كذلك فتح الويكيبيديا لأنكم ستحصلون على تلك الدي ميدلز. والآن حانت لحظة الذهاب عند الكامي. أخبرني بأن دراغون بولز اقتربت من الاختفاء ببساطة لأن الكامي موعده لقد حان. سيموت في أي لحظة وستختفي الدراغون بولز نهائيا. أصلا استعملنا الدراغون بولز في بداية هذا المقطع، ولا أستبعد أننا سنستطيع استعمالها مرة أخرى. يا جيروبي أوقف سونجوكو وهو نازل للأرض. ماذا تريد يا جيروبي؟ يحتاج لي فيرتلايزر من أجل سينزوبين، فاهم؟ فسأل سونجوكو لماذا لا تنزل أنت للأرض وتبحث على ذلك الفيرتلايزر؟ فقال ليس لدي الوقت. صراحة يا جيروبي من بين المغفلين الكبار. وها هو سونجوكو عندما بدأ التدرب مع المدرب القط. كيف حالك أيها المدرب القط؟ هل أنت بخير؟ هذا المدرب القط هو الذي أعطانا يا أصدقائي تلك الغيمة الطائرة. وسأظهر لكم الآن العمود العملاق الخاص بالصعود. لمن شاهد الجزء الأول من رسوم دراغون بول فإن سيفهم هذه الأمور. ها هو العمود الأول يا أصدقائي، هذا هو العمود الأول.
إذا أردنا الصعود ففي إمكاننا. تخيل سونغوكو عندما كان صغيرا صعد فوق من هذا العمود وأخذ من العديد والعديد من الوقت لكي يستطيع الصعود للقمة. هناك العديد والعديد من الأشياء المميزة جدا في هذه المنطقة بالضبط. تستطيعون إيجاد فواكه وانتازجة وطاقات خرافية، شيء لا يصدق صراحة. أغلب الأشجار في هذه المنطقة هي أشجار مثمرة. حسنا، سنركز أولا على المهمة طلب منا الحصول على سيج واتر. ها نحن وجدنا شيء، ما يا إما السيج واتر يا إما الفرتلايزر، لكن قبل هذا يجب علي العراك ضد هذا الشخص. ليست لدي هيلث كثيرة لكني سأفوز عليه. إن شخص واحد ضد واحد، الرأس في الرأس، لا مجال له من إصابتي نهائيا. خذ يا صديقي تلك السبيريت بومب، ممتاز. سأرسل عليها مرة أخرى الكينسيكتيف إنرجي، وها نحن اقتربنا من إنهائه. نقترب منه وننهيه بالفيس. معارك رأس في رأس تكون سهلة دائما. حصلنا على الجود لجرو فيرتلايزر، بقي لنا فقط سيج واتر. سيج واتر سيكون في هذه المنطقة المائية. أوه ها هو أبو تشيشي، كيف حالك يا عمي؟ أنت بخير، نتحدث معه أكيد. أعطاني 3 ملفات جاينت فيه، شكرا لك. وها هو السيج واتر، ممتاز. يا جروبي سيستعمل تلك الأشياء لكي يزرع سينزوبينز، لأننا سنحتاج السينزوبينز كثيرا، وخصوصا أن المعارك القادمة ستكون صعبة جدا ضد الأندروز وضد سيل. لاحظت بأن دراغون بولز ظهرت مرة أخرى في الخريطة، نستطيع جمعها وطلب أمنية سأجمعها يا أصدقائي، لكن قبل هذا نتابع التختيم قليلا، ولا أريد الاستمرار في التختيم حتى نقوم بفعل آخر أمنية. والآن لحظة التدريب. أكيد سنتعارك الآن ضد بيكولو وفي نفس الوقت ضد سونغوان. نتحول لسوبر سايجين، أحسنت. هيا كامي هاميها، ممتاز. دائما يجب علي التحول لسوبر سايجي، لا يجب علي أن أنسى. نملأ الطاقة، يا سلام إنستينكت يا حبيبي في هذه الأثناء. هيا كامي هاميها مرة أخرى، نركز فقط على بيكولو، ممتاز. دمر بيكولو، وبعدها سنركز على جوان. أول شخص علي تدميره هو بيكولو، استطاعي أصدقاء إبعادي، سدد علي بتلك الكرة الخيالية جدا. هيا هيا آخر كامي هاميها، ممتاز. نذهب عنده وسدد علي أصدقائي، أصابني جيدا. معركة لن تكون سهلة أبدا، ممتاز. اقتربنا من إنهاء بيكولو، علي الابتعاد. واو أصابني، الآن سأنهيه. جميل جدا، قد أنهيته. بقي لي فقط سونغوهان. سونغوهان أمره سيكون سهل شيئا ما، لن يكون صعبا كثيرا، لأن في إمكاني فقط إيقاف حركاته بالكنسكتيف إنرجي ولن يستطيع فعل أي شيء. مرة أخرى لماسينفو، خذ كامي هاميها يا حبيبي. الآن سأشيل حركته باستعمال الكنسكتيف إنرجي. صعد للفوق، لكنك لن تهرب مني يا سونغوهان. الهيت عندي نزلت كثيرا لأني لم أسترح أبدا في هذا المقطع، لم أعيد نهائيا الهيلت. جميع المعارك التي تعاركتها بنفس الهيلت لم أصيب، استطاع الهروب. أحسنت يا سونغوهان، قد تدربت جيدا يا سونغوهان، ممتاز. نعود للوراء، نملأ الطاقة، استطاع إصابتي بتلك الضربات. سونغوهان قوي قوي، يا سلام، لا يجب الاستهانة به أبدا. أصبت بالكامي هامي يا صديقي. الآن الكونسكتيف إنرجي بلاس اقترب مني، لكنني استطعت إيقاف تحركاته. نعود للوراء، نستعمل ضد سبيريت بومب. سبيريت بومب لن تؤذيها كثيرا، استطاع إيقافها. أحسنت يا سونغوهان، خذ تلك الكامي هاميها، لكنها جاء بالخلف مني، ممتاز. لحظة تحول للكايوكين، هربش يا حبيبي، اذهب عنده. أنا أعلم أن الهيلت ستنزل وستستمر في النزول لأنني استعملت الكايوكين، لكنني سأنهيه الآن باستعمال الكامي هاميها. لم أصيبه الكامي هاميها الآن، أحسنت، وفي الأخير أنهيته بالسوبر فينش يا حبيبي. لم يترك لي سونغوهان المجال صراحة في الأخير بعدما ملأت الطاقة وتحولت للإنستينكت. استمر في الهجوم علي، لكن عندما هربت دمرته. سوبر فينش يا صديقي. وفي هذه اللحظة سيبدأ فيجيتا التدرب، سيتحدث مع بولما العالم لكي يصنع على منطقة ما وسيبدأ في التدرب، لكن لكي يصنع على تلك الغرفة يحتاج لهذه الأشياء. وصلنا للمنطقة الأولى بالفعل. والشيء الأول وجدناه، وجدنا الجرافيتي كريستل، وها هو الشيء الثاني الذي طلبها مني، اسمه الأيرون كريس. الآن بقي الديمنشنال ليد فقط، هي موجودة في أعماق البحار. رأيت شيء يلمع هناك فوق من هذه الحجرة، بالفعل ديمنشنال ليد. فيجيتا في هذه اللحظة سيستطيع صناعة غرفة الجاذبية لكي يبدأ في التدريب، وكذلك علي جمع 7 دراغون بولز لكي نقوم بآخر أمنية قبل أن يموت الكامي. لهذا السبب سكشفت بيدي في هذا المقطع، أتمنى أن أعجبكم، وحتى الملتقى، مع السلامة يا رفاق.